خش شويه، خش شويه، خش كده. انا خش بس، خش يلا بس يا زي ما حضراتكم شايفين قراء ومتابعي اليوم السابع، احنا النهارده في جنازه رجل الخير او شهبندر التجار الحاج محمود. بس 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 يا ابني يا ابني، انت يا عم حضراتكم شايفين قراء ومتابعي اليوم السابع، الالاف بيشيعوا جنازه الحاج محمود. يا جدعان الحاج محمود العربي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. إن الصوت، إن الصوت، الصوت الجنة، إن الصوت. الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده، عن وجود الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. زي ما حضراتكم شفتوا قراء ومتابعي اليوم السابع، احنا النهارده في مظاهرة حب للراحل الحاج محمود العربي، اللي اجتمع آلاف الناس في تشييع جنازته النهارده زي ما حضراتكم شايفين. إن الله يحب الصمت عند ثلاث، ومنها عند اتباع الجنائز. فيا أخوة الإسلام، تحلوا بما أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظوا حق أمواتكم واتقوا الله في أحيائكم. تحلوا بالصمت واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به.
إن الله تعالى كتب الفناء على خلقه دون ذاته، فقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وها نحن قد شيعنا روح فقيدنا وجثمانه إلى مثواه الأخير، ونتساءل قائلين جميعا في نفس واحد: ماذا بينك وبين الله؟ ماذا بينك وبين الله حج محمود؟ ماذا بينك وبين الله حتى يسوق الله تعالى قلوب الناس وأفئدتهم إليه؟ فإن علماءنا يقولون: كان أهل السنة وأهل الصلاح إنما يعرف صلاحهم بجنائزهم، وها قد رأينا علامة الإقبال من الله إليه. وعلامة إقبالك إلى الله، ورأينا أن الحق سبحانه وتعالى إنما بلغك مقام الصالحين وأنت لا تزال تمشي على الأرض. فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء: يا أهل السماء، إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي جبريل في أهل الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. لقد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مات قوم وما ماتت مكارمهم لا زالوا يذكرون بالخير، يترحم عليهم ويترضى الناس عليهم، ويسوقون إليهم الهدايا والبشريات والخيرات، وتصل إليهم أعمال الأحياء وهم في قبورهم. مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. كم منا يعيش ولا يبالي به أحد، لا وزن له ولا قيمة عند الناس، ولكن الحق سبحانه إذا أراد إعلاء شأن أحد من الصالحين خلد ذكره بعد مماته، جعل آثاره باقية وذكره بين الناس حسنا. إننا نتوجه إلى الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ويقينا صادقا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تتغمد فقيدنا بواسع رحمتك ومزيد عفوك. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب.
الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم آنس وحشته، وآمن غربته، ولقنه حجته، وثبته يا رب بقولك الثابت، وثبته يا رب بقولك الثابت، وثبته يا رب بقولك الثابت. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم إنه لو نزل علينا ضيفا لأكرمناه، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وراحم الضعفاء والمساكين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل ليلته هذه هي خير ليالي. اللهم اجعل ليلته هذه هي خير ليالي. اجعل ليلته هذه هي خير ليالي. اللهم اغفر له ولسائر موتانا أجمعين. اللهم انقلهم من موطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وأحسن ختامنا أجمعين، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وألحقنا بعبادك الصالحين، وإذا أردت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على خلاصة سر وجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وصل عليه صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا.
ضعفنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اغفر للحاج محمود العربي يا رب العالمين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وانزله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افرش له في قبره من فرش الجنة، اللهم أكرم مقعده من الجنة، اللهم اجعل القرآن العظيم له في القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. اللهم اجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعله يوم الفزع الأكبر من الآمنين وظله بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله واحشره في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بفضلك وبرحمتك بفضلك وبرحمتك بفضلك وبرحمتك سبحانك ربنا هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أتم علينا بنعمة القبول، اللهم اقبلنا واقبلنا على ما كان منا واقبلنا على ضعفنا واقبلنا على تقصيرنا، اللهم اقبلنا على ضعفنا واقبلنا على تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والخطايا وردنا إلى دينك يا رب العالمين ردا جميلا. اللهم يا ربنا اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا احفظنا فيما بقي، اللهم احفظنا فيما بقي. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته. اللهم يا ربنا اجعل هذا اليوم خير أيامه، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا آخرها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تحرمنا
آمين 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 آمين. شكر الله سعيكم جميعا وعلى السادة الضيوف التوجه إلى مكتب العربي لتحفيظ القرآن الكريم بالقري. شكر الله سعيكم جميعا وعلى السادة الضيوف التوجه إلى مكتب العربي لتحفيظ القرآن الكريم بالقري. إبراهيم سيد عندك تعالي. الله يرحمك يا حاج محمود. هناخد من كلام الشيوخ اللي قالوا خطب بعد وفاته: ماذا بينك وبين الله؟ زي ما احنا شايفين قراء ومتابعي اليوم السابع آلاف آلاف من محبين وعشاق الحاج محمود الله يرحمه، اللي عرفنا ان هو كراجل خير جدا، كراجل متسامح جدا، فده يمكن اللي حبب فيه كل الناس زي ما حضراتكم شايفين كده من كل الأعمار. احنا شفنا ستات بتبكي، رجال بيبكوا، أطفال. شايفين حضراتكم يعني جنازة ما تشوفش أولها من آخرها، يعني حاجة ما شاء الله. الله يرحمه يا رب ويشفع فيه الناس دي كلها ويغفر له بحق الدعوات اللي ادعيت له النهاردة وحق الأعمال الخير الكتير اللي عملها. حاج محمود العربي يعني مش بس رجل صناعة وتجارة، لا ده رجل خير كمان. أهل قريته كلهم كانوا بيودعوه بالدموع النهاردة. حضرتكم شايفين مليونية حب، مليونية يعني مش عارف أقول أسميها إيه. آلاف الناس اللي تزحموا عشان خاطر يودعوه الوداع الأخير الحاج محمود العربي الله يرحمه يا رب ويغفر له. حضراتكم الناس اللي حضراتكم شايفينهم دول احنا كده في المقابر، انتم مش متخيلين حجم الناس اللي كان بره في الشوارع، يعني دول اللي قدروا يخشوا المقابر. ففعلا زي الشيخ ما قال أثناء الخطبة: ماذا بينك وبين الله؟ يعني زي ما بيقولوا يا جماعة حب الناس، يعني سبحان الله. يعني اللي يجمع الناس دي كلها أكيد مش أي حاجة تانية غير الحب. الله يرحمه ويغفر له حاج محمود العربي اللي ابتدى امبراطوريته بأدوات مكتبية وعشر عمال، وصل لأربعين ألف عامل، أربعين ألف عامل وبيصدر لستين دولة تقريبا. الله يرحمه يا رب. عموما في نهاية التغطية بشكركم، كنت معاكم أسامة طلعت من المنوفية من أمام مقابر أسرة العربي. شكرا لكم.
يلا يا جماعه كله اتحرك على الطريق بعد اذنك. يلا يا جماعه كلنا نروح على هناك ان شاء الله. سعياكم كلكم هنروح على هناك والله. يلا يلا يا جماعه يلا كله روح على الكتاب. يلا يا شباب يا شباب يلا كله على الكتاب. يلا يا جماعه بعد اذنك. Gracias.